صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم، وكتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. أهم العادات الخاطئة اللي ممكن تعجل بمظاهر الشيخوخة هي الأكل غير الصحي وكثرة تناول السكريات وقلة شرب المياه والتعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة وإهمال نمط الحياة بشكل عام. حتى إذا تمكن البعض من الحرص على تجنب العادات الخاطئة دي، مفيش مفر من مظاهر الشيخوخة حتى لو لم تكن مبكرة، ومن هنا بتأتي الحاجة لتقنيات حديثة أو إجراءات طبية تحقق حلم الاستمرار في شباب البشرة ومقاومة أعراض الشيخوخة. الموجات فوق الصوتية الشديدة المركزة تقنية حديثة تعرف اختصاراً بالهايفو، اللي أهم مميزاتها تجنب الألام المصاحبة للعمليات الجراحية لشد الوجه أو المخاطر الناتجة عنها، غير قصر فترة النقاهة وسرعة ظهور نتائجها الإيجابية. النهاردة حلقة مهمة جداً في عالم التجميل والجلدية، بس أنا أقول لكم على حاجة لطيفة قوي عجبتني قوي، قلت أما أحكي لكم عليها. الجمال في العالم مختلف، ونظرة الناس للجمال في العالم فيها شوية اختلافات لطيفة جداً. يعني مثلاً في الدول الأسيوية يحبوا قوي، في الدول الأسيوية مثلاً الوش الشاحب الأبيض، ولذلك ممكن تلاقيهم بيغطوا وشهم في المصايف. دي حاجه غريبه، يبانوا كانهم زي الـ 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 يعني الـ زي سارق البنوك كده، عينيهم بس اللي طالعه. ده ممكن تشوف، وما بيحبوش الدقن، يعني ما تلاقيش اسيوي مربي دقن قليل، تلاقي كلهم يعني الدقن مش من علامات الشياكه عند الرجاله هناك. هنا لا طبعا الامر مختلف. برضو مثلا في بورما حاجه غريبه، تشوف الرقبه بيطولوا رقبتهم جدا، حاجه في افريقيا في ناس بتعمل كده. في مثلا كوريا الجنوبيه عمليات التجميل بدات تبقى يعني فظيعه في كوريا الجنوبيه، وبيموتوا هم في الوش اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، يعني يقولوا عليه، هم بيسموه على فكره الهارت فيس، الوش القلب، كانه قلب يعني زي القلب كده، انت عارفين رسمه القلب بتبقى عامله ازاي. فيعني برضو ده غريب جدا. في افريقيا مثلا الجبهة وعرض الجبهة هو رمز الجمال عند الستات، يحبوا قوي الجبهة العريضة كل ما يكون، ويبقى مهرها أكبر وبتاع. فده يعني يدل برضو على إنه، لكن خلي بالكوا إنه دي فروقات إكستريم في حتة معينة، لكن العالم كله قرية صغيرة في الجمال في رأيي أنا. كله له مقاييس مهمة جدا، وعن النهاردة هنستعرضها أكيد مع ضيفتي طبعا دكتورة داليا شاب، استشاري أمراض الجلدية والتجميل والمدرب الدولي لحقن الفيلر، وطبعا أخصائي الأمراض الجلدية والليزر بمستشفى الحوض المرصود. نورتنا دكتور داليا. أهلا بك. وسعيد جدا أولا بوجودك، سعيد باللوك طبعا. أنا أسعد، شفت بمناسبة أن الجمال نسبي يعني، فهو ده حد يا رب يعتبره جمال. ناس من الميك ستارز عاملين الكلام، هو ترند شوية وترند صحي، ما إني دكتورة جلد يعني بأني دكتورة جلدية والجلدية فيها الشعر، فهو ترند يعني أنا خدته عشان هو هيلثي، هو صحي للشعر. أنا أصرت على دعوتك بصراحة عشان أنا محتاجة شخصية. كل أسئلتي النهاردة شخصية أنانية مطلقة، مش بقى بصوا يا جماعة التجاعيد، أنا بدأت أقلق.
لا 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 بدات الاحظ ان في تجاعيد بدات تظهر. طب يلا بينا. لا هو التجاعيد موجوده ومطلوبه. مره جات لي بيشنت هي شيز بريتش، هي بريطانيه هي وجوزها، هي جايه تعالج التجاعيد وجوزها ابتدى يسال طب انا ابتدى يبقى عندي، قالت له اي لاف يور رينكلز، هي قالت له كده انا بحب تجاعيدك. فساعات في ناس اهو اختلاف، قالت لك اختلاف الذوق يعني. هي حابه التجاعيد، والتجاعيد في الرجاله مقياسها غير الستات شويه. اوكي. بس في رجاله كتير اتجهوا ان هم بيعملوا بناتشرال لوك. ايه المشكله لو راجل عنده هالات سودا؟ ما اكيد يعملها. لو ابتدى في تجاعيد تظهر يعملها، مفيش اي مشكله خالص. ودلوقتي الرجاله بيعملوا عادي جدا. طيب ليه بتظهر دلوقتي في سن مبكر؟ يعني احنا الحمد لله الواحد ظهرت في السن الطبيعي، يعني ليه؟ هي السن ليه علاقه باللايف ستايل، ليه علاقه بالاكل، ليه علاقه بلون الجلد، ليه علاقه بالتعرض للشمس، ليه علاقه بالريس اللي احنا كنا بنتكلم، حضرتك اتكلمت عليه في الاول الحلقه، ان في اختلاف الاعراق. الناس اللي وشهم ابيض قوي، الالمان، الانجليز، البيض اللي في مصر الابيض قوي، ده بيجعدوا اصلا. الناس اللي عندهم ستريسفول لايف ستايل، ضغط عصبي على طول، بالذات موظفين البنوك. انا ماما كانت موظفه بنك، بيشتغلوا صعب وبيضه، فهي كان وشها فعلا التجاعيد ظهرت فيها في سن مبكر جدا. بيشتغلوا بيركزوا في ارقام او سكرينز او والغلطه بكارثه. فلازم هتبقى مركزه في شغلها، مش مهم بالظبط التركيز. التركيز فبتشغل العضلات اللي بتعمل لنا التجاعيد التعبيرية. التجاعيد التعبيرية بعد وقت معين كنا بنعمل جيم في العضلة، قاعدين نكشر نركز نضحك كأن بتلعب جيم، العضلة بتقوى، بيحصل التجاعيد التعبيرية ان هي تبقى ثابتة. كلمة يعني برضو غريبة جدا بس العالم كله بيتكلم عنها، الفيلر ده مليئات بيملى. يعني ايه فيلر هيشد الوش؟ فاهمين الحكاية؟ انا الفيلر يعني بعترض شويه على اسمه بالانجلش وبالعربي، مواد مليئه او فيلر. هو مش وظيفته ملي او ان انا اعمل فوليوم. دي كانت وظيفه شويه بدائيه اول ما ابتدينا نشتغل في المجال ده. دلوقتي بقى ان انا بشد الوجه. الوجه لما بينزل، لما بنعجز، لما بنخس، طبقات الوجه كلها لحد العظم بتضمر، فبيحصل ان الدهون بتقل شويه. طبعا الكولاجين والالاستين كل اللايرز اللي في الاول بتقل، العضلات بتقل، عظم الوجه بيقل، البون دنسيتي بتقل. فانا اللي بعمله ان انا بحط فوليوم ديب مكان العظم، مكان المسلز او العضلات، في كل طبقه على حسب السن اللي قدامي وعلى حسب الحاله اللي قدامي، لرفع الوجه تاني مش عشان املاه. وبيبقى ليفتنج ونون فوليومايزنج، يعني ما بعملش بيه فوليوم، ما بعملش بيه ملي، ما بزودش بيه الحجم، ما بزودش الحجم. انا مينلي ببقى عايزه اشد. ايه الاماكن اللي بينفع فيها الكلام ده؟ يعني هو الوجه بيبقى ليه ابروتش معين عشان اقدر اشد ما املاش. اول حاجه بيبقى ديب ابروتش، انا بدخل عميق بالسن. طبعا الاماكن دي، الاماكن اللي عند زيجومه، عند عظمه الخد، دي موضه وجميله، دي موضه وجميله. ولما بعمل فيها فيلر ديب بتدي العلو، مش فوليوم، مش خد مدور او الكوشنج فيس، يعني اللي هما بتوع كانه مون كوشنج، ده يعني حاجه وش متضخم، زي كوشنج سندروم عندنا بالظبط. فلا بعمل حاجه بقى اسمها كونتورنج، زي كونتورنج بتاع ميك اب كده بس بالفيلر، فده بيبقى دائم يعني مش هتغسله هيروح. بعمل كونتورنج هنا، بعمل كونتورنج على المناخير. كان في برضو مؤتمر، انا بعمل سليمنج، برفع الحاجز الانفي او البريدج بتاع المناخير بالفيلر. فحد بيقولي زي ملي وهيرفع، فهو اكشلي يعني كاننا بننحت. لو عندك حاجه عريضه وحطيت فوقيها طبقه ارفع، هي هترفع. فهو ده اللي احنا بنعمله، بنعمله عند الجو لاين. بيشد لي الجزء بتاع الجاولز او الحتت اللي بتبقى نازله شويه عند ناس اكبر في السن، ده بيدي كونتور، بيدي ليفتنج برضو للجو لاين. بنعمل بيه في الفك السفلي، في ناس عندهم الفك السفلي بداخل لجوه شويه، وده بيحصل برضو مع العمر لما البون دنسيتي زي ما قلنا بتقل. فبرضو بنعمل عند التشن برضو او عند الدقن، دي اماكن الفيلر اللي احنا بنعمل بيها شد للوجه. دي احدى السيتنج بتاعتك. ايه هنا الهيستوري بقى بتاعها؟ سليف. عملت تكميم معده، خست جدا، فوشها طبعا ابتدى يظهر فيه باين الناحيه اللي انا مش بحقنها، التجاعيد، وابتدى ينزل لتحت. هيجي لنا صوره بعدها فيها قبل وبعد. فاحنا ده الفيلر الليفتنج،
انا ما عملتش فوليوم غير قدام على الحته بتاعت الخط بين الفم والانف، لكن كل الملي اللي على عظمه الفك عظمه الخد سوري ده للليفتنج. طبعا المساجنج تكنيك والطريقه اللي انا بدخل بيها كل ده تكنيك يعمل الفيلر. انا ممكن اعمل الفيلر في نفس المكان بس يديني يبقى مواد مليئه بقى مش يدي شد. قبل ما نمشي بقى الهايفو، ايه رايك وتقييمك؟ الهايفو يعني هايل جدا لو عرفنا نتوقع منه ايه. عشان بس يعني الهايفو هو طبعا الناس كلها اكيد عارفاه، هاي فريكوينسي فوكست الترا ساوند، هو موجات فوق صوتيه مركزه بتعمل درجات من الحراره في مختلف طبقات الجلد على الثلاث طبقات اللي تحت الجلد علشان تدمر القديم ويبني جديد. الهايفو نتائجه حلوه جدا زي ما قلنا لو عرفنا انا هتوقع منه، مش هتوقع منه نتيجه خيوط لكن هتوقع منه نتيجه حلوه جدا لحد مايلد كيس او للناس اللي خلاص عملت لسه ما عملتش حاجه وصغيره وعايزه تحافظ على نفسها. للناس اللي عملت حاجه هو ما بينفعش بس بعد خيوط على طول او بعد الفيلر على طول ان انا اعمل هايفو، بنستحسن احنا نستنى 6 شهور عشان ما يدمرليش الهايفو نفسه اللي انا عامله. حد عايز يحافظ على الكولاجين بتاعه ويطلع هي من جلدها حاجه تساعدها. فالهايفو هايل جدا، نتائجه هايله جدا، بياخد تقريبا من جلستين لثلاثه، النتيجه اللي خدناها بتقعد سنتين. من الاجهزه ويعني مش اجهزه كتير بتبقى فعلا فعاله لشد الوجه، هم الاجهزه الفعاله جدا لشد الوجه من اول جلسه بيبان النتيجه. الحاجه الهايله قوي وجودك النهارده معانا، ربنا يخليك. ده يعني لا ده يعني وجود حضرتك والله بتسعديني بكاريزمتك وعملك، وبحييكي على كل العمل الرائع جدا اللي بيوصلنا في عالم الجلديه. بعالم فني عايز دقه شديده، عايز مهاره، وكلها ما شاء الله متوفره. فانا سعيد جدا اولا ان انت لبيتي الدعوه. كل سنه وانت طيب. ميرسي جدا حضرتك طيب، والسعاده ليا والشرف ليا طبعا. ده شرف لينا طبعا. سوبر ستار هذا المجال، مجال الجلديه والتجميل، دكتوره داليا شاب، كانت الناس الحلوه. خليكم معانا. احنا هنتكلم النهارده عن الم، والم اسفل الظهر، والم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعه ظهره ما بيوجعوش؟ الغضروف ده في مكان حساس جدا في العمود الفقري، ربنا خلقه عشان يمتص الصدمات. ان احنا لما بنتحرك او نمشي او ننط او نشيل حاجه هو كوشن، يعني يمتص الصدمه، يتحرك من مكانه وساده. الالم شعور اجباري كلنا هنشعر بيه، بس المعاناه منه اختياري. انت عاوز تفضل تعاني من الالم هتفضل تعاني من الالم، لكن بتدور على حل. فالمعاناه من الالم دي اختياريه.